الزاوية الفضيل بن عياض. نعم بهذه الصورة يتواجد بنيدام، بهذه الصورة يتواجد الكابيتان، بهذه الصورة يتواجد العريقين ثانوية عكري وبن أبي جند في مواجهة ثانوية جعفر بن صالح. نتمنى بأن نستمتع بأحداث هذه القمة، نتمنى بأن نستمتع بأحداث هذه المواجهة، نتمنى بأن نستمتع بأحداث هذه القمة، قمة مميزة ومميزة جدا. من خلالها ستظهر أمور كثيرة، ستظهر أمور كثيرة وكثيرة جدا هنا في مدينة أبي جند. في حراسة المرمى الحارس علي غمري، بعد ذلك نتي عبد الله بن 11 اصيل كردي 9 شرفي جعفر الصادق. خطا في مكة ممتاز جدا، الكرة ملعوبة، الله الله على الكرة الماضية. قصة واحداث هذه المواجهة، الكرة خطيرة لا تقل راسيا باللعبة الماضية. عادت الكرة عند محمد اسماعيل، محمد الاسم الابرز الاسم الاوضح، لمسة واحد اثنين خطيرة في المرمى، لكن حارس يظل في اللعبة الماضية. لا تلقي الكرة الماضية عدت، لا تلقي الكرة الماضية عبرت لخارج الأرضية، تلقي الكرة باتجاه محمد إسماعيل، لمسة قصيرة أحمد عثمان، لمسة محمد إسماعيل، تلقي الماضية أردت بالصورة التصويبة حاضرة، لكن الكرة الماضية عدت وقفت خارج الأرضية تلعب. مشاهدينا متابعينا الاعزاء،